الخط العربي وهو فن وتصميم الكتابة، حيث يتميز الكتابة العربية بكونها متصلة، مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرج والاستدارة والتزويه والتشابك والتداخل والتركيب. والحديث أكثر عن الموضوع عن الخط، رحب معنا بضيفنا طلال الصواب. وشنو راح نتكلم اليوم عن الخط وانواعه وكل هالامور. اكيد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير استاذه، هلا فيك. الخط العربي طبعا له هواته ولا فنه، ومعروف عن الخط العربي انه هو يعتبر ما هو بس خطه ولكن في فن اكيد. نعم. لو بنتكلم عن انواع الخطوط اللي موجوده الحين، ما هي انواعها؟ الخطوط، اول شيء صبح عليكم بالخير. يا هلا ومرحبا. باذن الله. خطوط العربيه هي رسم وليس كتابه. رسم. لأنهم رسم يرسمون، فهو ما يختار الحرف اللي بيكتبه، لكن طريقة الكتابة اللي تعلمناها من الصغار، كنا تعلمنا بأن الألف ممدودة والهمزة فوقها، بس بعد ما كبرنا تغيرت سلوكياتنا. مع تغير السلوكيات تغيرت خطوطنا، صرت أنا أقلب الألف مدها، أنت تكسرينها، هذا يحط الهمزة يمين، هذا يسار. شو اللي غير خطي عن خطك؟ وحنا تعلمنا قاعدة واحدة، اللي غير سلوكياتنا. فكل حرف يعد إلى سلوك معين. أول شيء حجم الخط يعد إلى سلوك معين، سواء خط كبير أو خط صغير. ثاني شيء، بعض الناس يكتب يمين الصفحة وبعض الناس يكتب يسار الصفحة. صحيح. بعض الناس يعطي مد أكثر من فوق ويكتب بالصفحة، وبعضهم لا يوصلها من فوق، وبعضهم يوصل لآخر الصفحة، وبعضهم يرفعها، وهذا يتبين عن سلوكيات الإنسان بحجم خطه أو حرفه. نعم، لكن نتكلم عن يعني أصعب الخطوط. الخطوط كلها تحل شكلية، سواء الخط يكتب عربي أو إنجليزي أو شيء. الخط هو عبارة عن وتر وقوس. لو نكتب حرف الحاء، بعض الناس يكتبها حرف الحاء بالمثلث، بعضهم بالدائرة. هذه تنمي على شخصية اللي يكتب حرف الحاء بالمثلث، شخصية حادة، عصبية، شخصية قيادية، شخصية عنيدية. بالعكس، اللي يكتب حاء بحرف الدائرة، شخصية مريحة، طيبة، حبوبة، مسامحة، بهذه الشخصية. نعم، لو بتكلم عن أكثر الخطوط المحببة لديك طلال. الخط ما نختاره، ولا أحد يختار خطه، كلنا نكتب حسب سلوكياتنا. لو نراجع أوراقنا كلها نلقى خطنا العام غير السنة هذه. في سلوكيات ثابتة ما تتغير في الإنسان، وفي سلوكيات متغيرة، الانفعالية دائما تتغير. اليوم خطي كذي، بعد سنه تغير خطي، اللي بعده تغير. لو نرجع لمذكراتنا كلها متغيره خطوطها عن بعض، كل انسان تتغير خطوطه بحسب سلوكياته. زين، هل في مجال ان خطي يتغير مع الحاله اللي انا موجوده الحين فيها؟ مثلا الحين انا سعيده، يمكن خطي يكون مختلف تماما؟ قلنا هذه السلوكيات المتغيره، الانفعاليه، الزعل، الرضا، المزاجيه. لكن البخيل طول عمره بخيل، خطه واضح. الكريم طول عمره كريم. خط البخيل يصقر حروف اللوبسات الدائريه، الطاء، الميم، الضاء، اي شيء دائري تلقينا دائما صقره، هذا تلقى خطوطه بخيل. شوي يكون بخيل. والشخصيه المرحه والايجابيه دائما تاخذ الموضوع، مثلا اذا خطه كبير مثلا. الخط الكبير صاحب شخصيه قويه، صاحب اجتماعي جدا. وكل ما صغر الخط كل ما دل على الذكاء التحصيلي والانعزال عن المجتمع. خط صغير ذكي بس منعزل عن المجتمع، خط كبير انسان مرموق في المجتمع، صاحب شخصيه قويه واجتماعي، وعنده ذكاء اجتماعي، هذاك عنده ذكاء تحصيلي. نعم، فمعناته ان كل ما كبر الخط معناته يكون الشخص يمكن هذا ما هو ذكي؟ لا، ما له شغل، ذكاء اجتماعي عنده مو الذكاء التحصيلي، فالانسان يتناسب ما بين ذكاء اجتماعي، ذكاء تحصيلي، حسب الذكاءات المتعدده اللي عنده. لكن هم ينبع عن اشياء اخرى، ممكن يكون في سلوكيات سيئه بعد، مو شرط كل شيء صحي. مو كل شيء ما في شخصيه كامله. اي، ما يوجد شخصيه كامله، يوجد شخصيه فيها ميزان العداله ما بين الحق والباطل، متى ما استوت الامور زينه. فغالبا يكون الانسان، طبعا لو قلنا بنقيس العصبيه عند اي انسان في الخط، ما في احد عصبيته 100%، 100% طب نفسي. فلكن هذا عصبي 70%، 60%، 30%، واذا انعدمت العصبيه انسان لا مبالاه بكل شيء، هم طب نفسي. فتلقى الانسان عنده توازن ما بين العصبيه والشده، لكن سوء التعامل مع الاخرين توظيف العصبيه وين تكون. صحيح صحيح. إيه؟ طبعا لو بنتكلم عن الاشخاص اللي خطوطهم جميله، هل هذه لها دلاله؟ ما اي نعم. إيه؟ شخصيه الخطوط الجميله لا تعني بحسن السلوك او قبحه ابدا ابدا نهائيا. بعض الناس سلوكياتها سيئه وخطها جميل، وبعض الناس سلوكياتها حسنه وخطها سيء. احنا نعتمد في طريقه رسم الخط، كيف يرسم الحاء، كيف يرسم الألف، الميم، الدال، الطاء، حسب ما يرسمها بحجم وصغر. خطه جميل وصغير يدل على ذكاء حاد وسلوكيات انعزالية عن المجتمع، ما إنسان غير اجتماعي. خطه قبيح وكبير
ممكن نوع من الذكاء بسيط لكن اجتماعي مرح يزور واصل رحم فما هل في مجال طلال مثلا شخصي لك ويعني يكون حريص وهو قاعد يكتب بحيث انه هو يتصنع طريقة خطه انه تكشف ان الشخص هذا متصنع وهو قاعد يكتب؟ بالتصنع كل انسان يقدر يتصنع ويقدر يرسم لي، بس احنا دائما نقول هل المحلل يقدر يستطيع ان يخدع المحلل؟ أيوة يعني انا محلل ويجيني محلل ثاني بيخدعني، هل اقدر اصيده بشيء؟ اي اذا تعددت الكتابات يبين مع الصيده صيده، لان في اشياء ما اقدر اغيرها حتى لو حاول راح يصيدها ثاني مره، خصوصا بالتزوير. تمام، احنا بنتكلم عن المجال اللي حضرتك متخصص فيه، شلون تعلمته؟ متى بدت معك هل هي بلشت كهوايه لكن بعدين اتجهت ان انت تتمرس فيها اكثر؟ اي نعم، بدايتها كهوايه في ايام الماجستير كنت ادرس في التحليل الشخصي عن الحالات الاجتماعيه بالنفسيه والاجتماعيه، فبديت يعني اقرا عن علم الجرافولوجي، حيث لين درست دراسه تامه بس ما عندي شهادات. فاكتشفت انه في البحرين الدكتور عبد الجليل الانصاري هو اول عربي ترجم هذا العلم الفرنسي. اول عربي يعتبر. وجعل فيه مذكره واكاديميه معتمده من فرنسا. فرحت درست عنده الله يجزاه خير وخذيت الدراسات وياه معه فيها. وحاليا انا بالكويت ادرسها. تمام، وهل في اقبال من قبل الناس والله اللي يتعلمون؟ اي نعم، اقبال كثير، يعني من 2010 ل 2014 كان الاقبال كبير. الحين تشبع السوق من هذا العلم والكثير عنده علم ويتابعون على اليوتيوب، وبعد سناب شات ذبح الموضوع. وحاليا احنا من وقت لوقت ننزل دوره، وشهر 10 10 4 ان شاء الله عندي دوره ان شاء الله. لو بنتكلم مثل نوعيه من هالعلوم، ما يعني طال ما تحس انها هي جدا مهمه انه يتم الاستعانه فيها في مقابلات العمل مثلا؟ انه يكون في شخص موجود في حيث اثناء مقابله العمل يقدر يفرق بين هالموظف يكون قيادي ام هالموظف يمكن يكون في وظيفه بسيطه بعيده عن القياديه او بعيدا عن التعامل مع الجمهور. ممتاز. غالبا في الدول الاوروبيه والامريكيه لا يتم تعيين الشخص الا عن طريق كتابته. قد يكون ذكي وعنده شهادات عليا لكن لا يستطيع يقابل الجمهور. صحيح. يسبب ازعاج، يسبب مشاكل، صدره ضيج. فغالبا لابد من تحليل الشخصيه عندهم لاخذ في السي في، هل انه يحصل هذا الانسان خلف الكواليس او بعد الكواليس؟ يعني انا ما اقدر احط مدير علاقات عامه صدره ضيج. صحيح. مستحيل راح يعني يخسرني. مندوب مبيعات لابد ان يكون من نمط الدائره. نمط الدائرة هو الطيب الحبوب، احنا الشخصيات أربعة عندنا، الدائرة والمربع والمثلث والنجمة، فهذه حسب خطوطهم. نمط الدائرة هو اللي يقابل الجمهور ولحد راح نصير طماعين. احنا راح الحين بنام، انت ذكرت الأنماط والدائرة والمربع والمثلث والنجمة. اي، فاحنا محتاجين شيء بشكل مختصر انه لو يعني كل شخصية شنو هي سماتها؟ نتكلم عن نمط الدائرة. نمط الدائرة هو انسان طيب حبوب متسامح، رسوماته كلها دائرية، ما عنده حادة أبدا، كل كلمات تكتب حمد طلال تلقى ما في زوايا نهائية، كلها دائرة. هذا النمط الحبوب، ما يهمه تناسق الألوان، ما يهمه اجتماعي جدا، مرح، ما عنده إدارة مالية، معاشه ينزل يوم باكر خلص. هذا كل الناس إذا نتكلم. لا، في ناس محاول يقدر يعني يسيطر، يكفي معاشه على قده، هذاك اليوم ينزل، المهم يعيش اليوم باكر ما له شغل. إيه، نمط اللي بعده نمط المربع. نمط المربع نمط شخصية قيادية منظمة جدا، دقيقة لأبعد الحدود، يحب تناسق الألوان، صدره ضيج، ما يحب تخطي الأمور، إذا تشرح له يقول لك عدلي الموضوع واحد اثنين ثلاثة، لا تجيب الموضوع على بعضه، لازم ترتب لي الأمور. دقيق جدا. دقيق لأبعد حد، يعني من الصعب أنك تضحك عليه، من الصعب انك تكذب عليه، يدري يعرف يكشف اللي قدامه. شخصيه المثلث، شخصيه قياديه ناجحه، شخصيه عصبيه، ما يتقبل الدائره لانه ما يتحمل الطيبه الزايده، وهو مو عن طيب مو طيب، هو شخص جدي عملي لابعد الحدود. شخصيه قياديه، هذا ناجح في عمله على طول بسرعه، سلك الوظيفه تلقاه وصل على طول وكيل مساعد، شخص ناجح جدا. شخصيه النجمه، شخصيه ازدواجيه ما بين الشخصيات، يعني يعرف يقياس الامور اللي يحيرك في امره، ما تدري هو صاج او مو صاج، يتقلب مع جميع الشخصيات، مع جميع الناس يمشي، ما تدري، احيانا تظن انه منافق واحيانا تقول هذا ماني فاهمه، بس في شخص وهو النجم هذا انحاتي انه يزعل علينا، دائما ندور رضاه، ما بيزعل هذا الشخص، ندور رضاه. هذه الشخصيات. لكن هالشخصيات اللي احنا قاعد نتكلم عنها، هل يفضل يتم توظيفها في اماكن معينه؟ لو نتكلم مثلا مثل ما تفضلت مثلا المثلث او المربع، والله مثلا هذا ما يقدر يتعامل مع الجمهور، هذا يفضل انه يكون مثلا وراء مكتب.
اي نعم. والشخصيه الدائريه مثلا يفضل ان بس يقابل الجمهور. الدائري هو اللي يصلح جارسون، يصلح مضيف، يصلح علاقات عامه، اي وظيفه مقابل الجمهور، هذا الدائره. المربع قيادي ناجح ياخذ ما بين نمط الدائره ونمط المثلث، بين الثنتين. المثلث مستحيل قابل الجمهور، مستحيل، لا ما يقدر، مستحيل يعني عصب حيل. فهذا ناجح وظيفي خلف الكواليس، يصلح مدير اداره. المربع قلت لك يجمع بينهم، النجم يصلح بالوظائف البعيده عن المجتمع وقريبه من المجتمع، وظائف المباحث، الجاسوس، الامور هذه كلها يقدر يتعين، انه عنده ضبط الشخصيه. عنده ايه. نعم، هل في مجال ان الشخص او ضروري ان الشخص يعرف هو من اي نمط او من خطه مثلا، يحاول انه يفهم نمط شخصيته وسلوكياته بحيث انه يعرف امور حياته سواء بالدراسه او في العمل يتوجه الى اي اتجاه؟ اذا كان نفس الدكتور عبد الجليل دخل على وزاره التربيه مع الملك وحطوه ماده اساسيه في الثانويه. ليش حطوها؟ عشان الانسان يعرف نمطه وين بيروح، يعني اصلح هندسه ولا تربيه ولا طب. كثير من الطلبة يتخرج بنسبة عالية يدخل الهندسة يفشل ويحول تربية، بعضهم يروح طب ما يقدر يروح هندسة. فأنا وين نمطي؟ هذه بداية حياته. بعد الحياة يعرف وظيفته وين يروح يكون في الوظيفة، لكن بعيد عن هذا كله في المجتمع، أنا شو أتعامل مع الناس؟ صحيح. أنا شنو نمطي عشان أتعامل؟ يعني 70% من الناس تلقاهم أصحاب دائما ضد بعض، نمطهم واحد، فهم ما يتقابل، دائما السالب مع السالب تنافر. صحيح. يعني ما شاء الله هم نفس الشخصية بس دائما يتنافرون. الشخصية نفس الشخصية تنافر، ولذلك هذا احنا دائما نستخدمه عندنا دورات مشروع ما قبل الزواج، هل يصلح للزوج او ما يصلح؟ قاعد تستخدمونها؟ اي نعم. هذا مشكلة الطلاق اللي يصير، ان شخصية تصادمية مع شخصية تصادمية. لكن احنا عندنا العرف دائما نسمع اذا 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 الرجل عصبي زوجوه من وحدة هادية، بحيث انه عشان يعني يهدون يصير توازن. هذا صح، هذا صح. نعم. فانت تؤيد انه قبل الزواج انه يلجؤون لمثل هذه الامور؟ والله اتمنى، اي لان ما الوضع الحالي طلاق زايد وكثر عدم والمشاكل لا تذكر، طلاق لاتفه الاسباب. زين شنو السبب؟ مو متقبلين بعض. ليش مو متقبلين بعض؟ مو متفاهمين. ليش مو متفاهمين؟ شخصيات مختلفه. نعم. اي نعم. لو بنرجع للخط العربي طلال، نتكلم هل الخط العربي يعتبر الخط الوحيد اللي ممكن يتم تشكيله على اشكال هندسيه؟ لا، مو الحرف الميم وحرف الاي بالانجليزي، حرف التي هو حرف الكاف بالعربي. فالتحليل احنا نحلل ياباني، انجليزي، عربي، ايا كان، احنا علينا بالشكل الهندسي. ما يهمني، ما 90% ما نقرا شنو كاتبين، نشوف الشكل الرسم الهندسي. نعم. فمثل ما صورت لك حرف الميم بالعربي، حرف الاي بالانجليزي، فهم متقابلين. نعم. هم اللي تحللون كلهم، هم يتحللون. فبالنهايه يعني خلال خبرتك يعتبر الخط العربي من الخطوط الجميله، او يمكن نلاقي خطوط اخرى؟ لا، من الخطوط العربية هي لها قواعد من وسط الخطوط العالمية كلها. فمن أجمل الخطوط دائما الخطوط العربية، لأنها تتعدد يمكن ما يقارب 14 خط، والخطوط هذه كلها لها قواعد ومدارس. نعم. أما الخطوط الأجنبية ما لها قواعد ولا لها شيء. آه، نعم، في فرق. استمتعت طبعا بحواري معك طلال، كان الحوار جدا شيق وجميل، ويمكن أنت من خلال حديثك وكلامك مثل ما تفضل تقدر أنت يعني تستشف وتعرف الإنسان، سواء حتى إذا مو من خطه تقدر تعرف ممكن من طريقة كلامه، من لغة الجسد. من لغة الجسد طبعا. قواك الله طلال الصباح على تواجدك اليوم معنا، استمتعت جدا في الحوار. حياك الله، والله جزاكم، حياك الله، الله يسلمك. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم.